مع حضراتكم مشاهدينا ويوم جديد من ايام زينه بطعم البيوت بيسعدنا اكون مع حضراتكم على مدى ساعه ونص انا وعبير وفقرات متنوعه ان شاء الله تعجب حضراتكم صباح الخير يا عبير صباح الفل يا هدى وبنرحب بيكي وبرحب بكل مشاهدينا وان شاء الله يوم مليان بالبركه يوم الجمعه دايما بنكون حاسين كده بروحانيات جميله وخصوصا ان احنا بدانا شهر ربيع الاول شهر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم كل عام وحضراتكم بخير تعالوا نشوف كده مع هدى وكالعاده كل يوم جمعه بنبدا بجدد حياتك هنشوف النهارده هنجدد حياتنا ازاي؟ دايما حياتنا بتبقى مليانه فصول ويمكن لما بيجي فصل الربيع بنحس بمشاعر جميله وبتتفتح الزهور وعبير الـ ونسايم الـ الورود لكن بقى شهر ربيع الاول مختلف تماما هو ده الربيع اللي بجد هو ده الربيع اللي احنا بنعيشه وبنحس بيه فيوضات كثيره نفحات كثيرة، أنوار كثيرة، أنوار النبي عليه أفضل الصلاة والسلام اللي نفسنا وأمنية حياتنا إن إحنا نقابله في يوم من الأيام نفسنا نكون بجواره في الجنة نفسنا نشرب من يده الشريفة شربة ماء لا, نش... لا بعدها أبدا مين فينا ما نفسوش إن هو يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام النهاردة هنتكلم عن أخلاق النبي علشان نقرب أكتر من رسولنا الكريم وكل سنة وحضراتكم طيبين يا رب بينا عليه الصلاه والسلام واللي بنحتفل مع حضراتكم هذا الشهر بميلاده الرحمه المبعوثه من رب العالمين لربنا سبحانه وتعالى وصفه في القران الكريم وقال له انك لعلى خلق عظيم رباه ربه فأحسن تأديبه رسولنا الكريم كان الصادق الأمين العطوف الحنون الرحيم صفات كثيرة جدا نتمنى أن احنا نتحلى بها. وخصوصا أن ربنا أمرنا وقال لنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة مين فينا ما نفسوش يبقى فيه كل هذه الصفات ربنا قال له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك كم واحد مننا دلوقتي غليظ القلب ولسانه مش حلو احنا عايزين بقى نقرب عشان رسولنا يحبنا ولما رسولنا يحبنا هنبقى بجواره لأن المرء مع من أحبه هنقرب ازاي ونعرف خلق رسولنا الكريم النهارده من خلال لقائنا معانا ومع حضراتكم الواعظه والداعيه الاستاذه رحمه رشاد الواعظه بالاوقاف برحب بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيبه وحضرتك طيبه استاذه هدى وكل المشاهدين طيبين ويا آه رب يعني نبدا بحاجه كده عن النبي صلى الله عليه وسلم والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وحبك مكرون بانفاسي وما جلست لقوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاسي وما شربت الماء من ظمئ الا وخيالا منك في كاسي صلاه وسلاما عليك يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ونفسنا فعلا ان احنا يكون حبنا للنبي عليه الصلاه والسلام حب من قلب القلب ينبض بهذا الحب علشان نحب لازم نعرف فلما هنعرف هنعرف ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم اخرج فعلا الدنيا دي كلها من الظلمات الى النور م. كيف كان العهد ما قبل رسول الله اخلاقيا اخلاقيا آه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله <applause> انا مش هقول كلام كده. ولكن هو يعني حديث سيدنا جعفر للنجاشي جمع كل ده ورى الناس يعني عرف الناس ازاي كانوا عايشين في جهل والرسول اخرجنا الى النور من الظلمات الى النور آه يقو... عندما ذهب الى النجاشي فقال والله كنا يعني احنا كنا قوما اهل جاهليه يعملوا ايه بقى اهل م. جاهليه كنا نقطع الأرحام وكنا نأكل الميتة وكنا نأتي الفواحش ويغير القوي منا على الضعيف كل حاجة وحشة ونقطع الأرحام ولما جاءنا رسول منا نعرف نسبه وصدقه وعفافه وأمرنا أن نعبد الله عز وجل ونخلع ما كنا نعبد من الأوثان والأصنام أمرنا بصدق الحديث أداء الأمانة صلة أه الأرحام امرنا بالصلاه والزكاه والصيام ونهانا عن اكل الربا، نهان عن قطع الارحام، نهان عن الفواحش وكف الاذى والدماء عن المسلمين، جمع كله في الحديث ده، سيدنا جعفر رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه، يعني رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، رسالته كانت رساله اخلاق، ولما السلام. ربنا وصفه وصفه بالنول على خلق عظيم، أوه. خلينا بقى علشان نقرب ونقول باب الوصول لحضره الرسول صلى الله عليه وسلم. علي افضل الصلاه والسلام، نتكلم على صفات النبي عليه الصلاه والسلام والاخلاق وزي كانت تعاملاته مع الناس قال الرب العظيم في القران العظيم للنبي العظيم وانك لعلى خلق عظيم فكانت السيده عائشه سئلت يعني ايه كان يا امنا بعد وفاه النبي اخلاق الرسول ايه؟ قالت له اتقرا القران قال نعم قالت كان قرانا يمشي على الارض كان خلقه القران في روايه تانية صلى الله عليه وسلم نشوف اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعداء مع الناس اللي مخالفه لي في العقيده أوه. بيعملهم ازاي؟ لان بصي انا لو بدات بالشرح بيتعامل مع المسلمين ازاي؟ اللي سمعنا يقول طبيعي لازم يتعامل كده مع المسلمين، لكن انت م. تباني مع الخلافات ما تختلفي مع حد يبان اخلاقك ورقية صح. فهو علمنا الرقي صلى الله عليه وسلم، كان ما يرسل الرسائل الى ملوك العالم وهم مخالفين ليه في الديانه يقول من يقول من محمد بن عبد الله الى قيصر عظيم الروم، شوفي عظيم هو مخالف ليه في العقيده م. وغير موحد بالله وكافر ولكن هنا نتعلم ننزل الناس منازلهم يا استاذه هدى لازم حاضر يا رسول الله انت علمتني صحيح. وانت بتخاطب علماء العالم مم. كيف ننزل الناس منازلهم اللي هو ايتيكيت الكلام من اللي بيقولوا عليه دلوقتي ايوه بالظبط يعني اه يعني آه. مدير بكلمه باحترام آه. حتى بيقول من دخل دار ابا سفيان فهو امن آه. طب ليش معنى قال ابا سفيان لان كان بيحب هو ليه منزله مم. وبيحب برضو انك تدي له وضعه وقدره فايقول كده النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف السيده عائشه تكلس ويدخل وفد من اليهود ويقولوا السلام عليك يا رسول الله. السام يعني الموت مش السلام آه. باللام آه. السام عليك يا رسول الله فتقول السيدة عائشة بقى صغيرة وايه قالت لهم ايه السام عليكم واللعنة قال لها يا عائشة ما اسكت يا عائشة ان الله يحب الرفق في كل شيء صلى الله عليه وسلم فده كان تعامله مع آه. ناس غير المسلمين آه. والرسول صلى الله عليه صلى وسلم, صلى وسلم. آه ضمن آه شاب من الانصار عند واحد فاجى الراجل قبل اداء الدين بيوم واحد جى للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعطيني حقي فقال ليس اليوم ده غدا الفلوس هتاخدها بكره ليس اليوم فقال انكم اهل مطل يا بني عبد المطلب ولا ت... ولا تعطون الناس حقوقهم مم. ام سيدنا عمر سل السيف الراجل اتخض الناس كانت بتخاف من سيدنا عمر فقال له يا عمر لا... فبص نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقطع راسه يا رسول الله قال يا عمر انا وهو احق منك ان تامره بان تامرني باداء الامانه وان تامره بحسن الطلب احنا انا وانت أوه. احق منك بالصفتين دول أوه. اذا يا عمر اعطيه حقه وزده قال له وزده لي يا رسول الله قال إنك روعته ذهب الى الرجل وقال خد حقك وده زياده فقال له طب والزياده دي ليه قال له لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يلا يا جماعه صلوا النبي. على النبي احنا قاعدين هنا عليها. هو مش الاستوديو بس اللي منور. والله انوار في الاستوديو بيوتنا وحياتنا وكل حاجه في حياتنا منوره بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي مفاجاه جميله هقولها لكم اخر الحلقه خليكم معانا عشان هتعرفوا مفاجاه اخر الحلقه ان شاء, إن شاء الله, الله. فسيدنا عمر قال له ده زياده قال له ليه زياده دي قال له عشان روعتك قال م. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بس. والله بس. يا عمر انا ما عملت اللي انا عملته ده الا م. اني قرات صفه النبي صلى الله عليه وسلم وقرنا الصفتين لازم اجربهم فيهم ايه هما انه كان يسبق حلمه غضبه كان الحلم بتاعه لو آه. انت غضبتيه ولا يزيد الجاهل عليه جهل الا رحمه وحلم فلقيت الصفتين فيه فوالله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله عليه الصلاه شوف والسلام في كل ده تعمل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولو كنت فظا غليظ القلب لفضوا من, من حولك حول. لولا فعلا هين لين كان فعلا ما كانش دخل صح. في الاسلام كل الناس دي صلى الله عليه وسلم. يعني نشوف النبي صلى الله عليه, وسلم يعني التعامل بتاعه مع الناس يعني مع الصحابه أوه. كان يجلس تخيلي يعطي درس يوزع نظراته بين كل اللي قاعدين حتى يظن كل شخص أنه أغلى واحد لقلب النبي صلى الله عليه وسلم يوزع نظراته إلا نظرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أشد عذاب في الجحيم يوم القيامة يقول الكفار اللي في النار للمؤمنين في الجنة ينادون يقولون أنظرونا نقتبس من نوركم خأدونا بس نظرة ما بالك بنظرة النبي صلى الله عليه وسلم شوفي بقى الحاجة. هل في حد قبل ما نكمل أه. هل في حد لا قدر الله لا قدر الله كان يبقى محروم من هذه النظره؟ اكيد مين؟ البعد عن سنه النبي صلى آه. الله عليه وسلم، انا مسلم بالاسم آه. لا انت مش بالاسم آه. فين اقتضائك بالنبي؟ آه. فين حبيبتي اللي سمعان يا ست البنات في بيتك؟ آه. تعاملك مع اولادك عرفيهم سيره النبي اقراها لهم قولي لهم موقف عن الامانه، عن الاحسان، عن رحمته بالحيوان، رحمته بالخدم، حبيبي اولادك في رسول الله صلى <applause> الله عليه وسلم مش تبقي قريبه منه صحيح. واقرب الناس منزله يوم القيامه والحلقه النهارده يا جماعه م. عن الاخلاق اقربكم مني منزله ومكان يوم القيامه احسنكم اخلاقا مش آه. احسنكم احسنكم اخلاقا يعني و... إيه احسنكم أخلاقاً. يعني دي زيادة عارفه المسنين يعني بس الخلق بس ازيد ازيد, أزيد, أزيد. آه. وكل ما اتيت بخلق جميل وجديد آه. انت مع النبي صلى الله عليه سلم. وسلم والسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت بعد الصلاة يجد سيدنا معاذ وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في وجهه فينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أدي كده نظرة لا ده مش نظرة وبس ده ابتسامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ابتسامة وبس وضع يده الشريفة على سيدنا معاذ يا بختك يا سيدنا معاذ انت نمت الليلة دي ازاي سيدنا معاذ ويقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك الله أكبر طب دي خاصة يا جماعة بسيدنا معاذ بس مم. لو الحديث وقف كده يبقى خاصه بيه لكن لا هو مم. الرسول يحب يعمم آه. اني أحبك يا معاذ لا تدعنا هذه الكلمات دبر كل صلاه يبقى اذا اكتبي حبيبتي وراي مم. هاتي وعيدي الحلقه وسمعيها لاولادك يبقى اللي هيقول يا استاذه هدى الكلمات دي يبقى الرسول بيحبه مم. واول ما تختمي الصلاه مم. اللهم اعني على ذكر على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مم. يبقى له انا بحبك مم. ويا معاذ قولي الكلمات دي مم. صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا جعفر سيدنا جعفر كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم، يا جعفر انت شبهتنى خلقا وخلقا في الاخلاق وفي الشكل، في سيدنا جعفر من الفرحه يقول اخذ يحجل على قدميه بقى يطلع لفوق وينزل حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكان سبحان الله حتى يعني هو جميل في كل حاجه كامل من كل حاجه، كل صفات الجمال في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، السيده عائشه تقول كنت انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجد وبيس المسك في مفرق راسه آه. وكان يعلمنا من كان عنده شعر فليكرمه مم. مش عنده شعر يسيبه بقى هيشة وبنكوشه <applause> وقاعده كده لا <تصفيق> أيوه. <تصفيق> اكربيه وهذبيه ودهنيه آه. وخليكي جميله لجوزك آه. كده فكان صلى الله آه. عليه وسلم نشوف سيدنا ابو بكر الصديق يا حبيبي يا سيدنا ابو بكر يجلس مم. مع رسول الله ثلاث ايام في قلب الغار مم. اول يوم سيدنا ابو بكر اول حاجه التخلي ما بقاش اسمه سيدنا ابو بكر خلاص هو تخلى عن اسمه ثاني يوم التحلي كل روحه وحياته مع سيدنا محمد مم. ثالث يوم صلى الله عليه وسلم التجلي نزل عليه نور كده من ربنا لما دخل المدينة هو رسول الله قالوا لا نعلم من هو رسول الله خد من نوره وخد آه. من حياته وخد من روحه تقولي اللهم يعني اجعل اجعلني نورا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقى ويمكن احنا زي ما قلنا قبل التقرير احنا اتحرمنا من احنا نبقى متواجدين معاه وكان معاه صحابة وكان معاه زوجات وكان معاه كل اللي كانوا في عهده لكن احنا بقى احنا محبين ايضا لرسول ويشهد الله على هذا عليه, الله الله عليه, وسلم. عليه, وسلم. عليه عليها افضل الصلاه والسلام يعني ازاي بقى فعلا ان احنا هنكون يعني مكانتنا ايه عنده هو احنا ما كناش معاه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام بسم على بسم رسول بسم الله. الله يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الصحابه يقول اشتقت لاخواني واحبابي يقولوا له يا رسول الله أنا احنا نحن اخوانك فيقول لا انتم اصحابي انتم اصحابي اما اخواني ناس هيجوا بعدكم هو ما شافهمش ولا احنا شفناه صلى الله عليه وسلم يود المرء لو عارفه يعني هيبيع عايز يشوف النبي باولاده واهله وامواله بس يرى النبي فقال دول حبايبي فهو كده الرسول مشتاق الينا زي ما احنا مشتاقين اليه زي ما في حديث الجنه تشتاق للمسلمين او للمؤمنين برضو احنا مشتاقين للنبي صلى الله عليه وسلم فهو احنا بنفعل افعال النبي ونقتدي به ون ونقتدي بكل سننه يعني مم. انت كزوج بتعمل ايه مع زوجتك هتشوف سيره النبي واعمل كده والله ما يبقى فيه بقى. طلاق اه علشان مشاكل الزوجيه ما فيش علشان. هيبقى طلاق قول قول حضرتك قولي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه مع زوجاته والزوجات كانوا كمان بيكرموا الرسول آه. صلى الله عليه وسلم هقول لكم بقى حاجات جميله جدا هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم مراعاته لشعور زوجته مم. وعارف يعني يعلم نفسيه زوجته ايه يقول لها يا عائشه والله اني اعلم متى تكوني عني راضيه ومتى تكوني علي غضبه أوه. قالت وكيف ذلك يعني ازاي تعرف ان انا ابقى راضيه عنك يا رسول الله قال اذا كنت عني راضيه قلت لا ورب محمد م. وان كنت عني غضبه قلت لا ورب ابراهيم فقالت له لا يا رسول الله مساء لا مساء اهجر مساء. اسمك بعد ذلك آه. الزوج ممكن يشوف زوجته مكشره ومتضايقه يقول لها انت على طول ماسكه الحزن الحزب <applause> عني لا آه. لكن آه. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم متغيره بتقول آه. كذا آه. عارفها كان النبي صلى الله عليه وسلم السيده عائشه تقول يتحرى موضع الشرب مكان فمها ويلف الكوبايه ويشرب مكانها دي لان الناس النبي عليه الصلاه والنساء أوه. بتحب الحاجات الصغيره دي كلها أوه. صلى الله عليه وسلم أحسن. أحسن. وكانت السيده ع... عائشه تقول كنت وانا حائض اتكئ في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفة عارفه في الديانه اليهوديه مم. المراه عندما تكون حائض لو لمست اي شيء في جانتهم ان الشيء ده اصبح نجس مم. غير طاهر يعني لا ما يعني اكل حتى مم. ولا اكل ولا اي حاجه، فاشوف النبي كانت تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وي... وبتقول لي بص ده هو كده بيراعي شعوره بص هي بقى بتراعي شعور النبي صلى الله عليه وسلم زي. تقول وجدت النبي طيب النفس، هي عارفه امتى تكلم زوجها، مم. عارفه امتى تهزر معاه، تضحك معاه، مش وهو هو داخل شايل هموم الدنيا من الشغل وانت تقولي له اسكت ده دي اتحرقت وجوه لا ايه ده؟ لا انت شوف هي بتقول له ايه؟ علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس فقلت يا رسول الله ادع لي فقال اللهم كان لسه مصلي مم. اللهم بيدعي بقى السيده عائشه قام رفع ايده اللهم اغفر لعائشه ذنبها ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت بتقول فضحكت حتى سقط راسي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وصليم. هذه دعوه لي أتصرك يعني عجبتك قوي يا عائشه قالت نعم يا رسول الله قال والله يا عائشه هذه دعوتي لامتي كل صلاه والحديث في البخاري كل صلاه في الخمس فروض والسنن والقيام وكله آه. يقول يا رب اغفر لامتي كل ذنوبها صلى الله, الله عليه وسلم السيدة والسيده, والسيدة آه. صفيه تركب البعير كان يقرع بين زوجاته ولازم واحده منهم تروح معاه السفر يبقى مش عيب ان انت تاخد زوجتك وتسافر بيها والسيده صفيه البعير بتاعها بطيء كل الجيش اتقدم وهي لسه متاخره جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع لها وتبكي ويمسح دموعها تقول له اعطيتوني بعيرا هزيلا م. انا انا زي البعير عامل كده ويوطي صلى الله عليه وسلم بركبته الشريفه وتقف على ركبته وتطلع على البعير بتاعها صلى الله, صلى الله عليه صلى وسلم شفتي اخلاق زي كده الله على جمال النبي ويسالوه صليح. من يا رسول الصحابي رجع من الغزوة آه. وقال انا هقول بقى للرسول هو بيحب مين آه. واكيد هيقول لي آه. انت وقال له يا رسول الله من أحب الناس إليك قال ده أنا مم. قال عائشة مم. لم يخجل الوقت الزوج ممكن أهله يقولوا له أنت بتحب مراتك يقول لهم لا يبقى خايف لا صرح بحبها قال عائشه ومن الرجال قال ابوها ويقول على السيده خديجه شوف اخلاق النبي هذه امراه رزقت حبها مم. هذه امراه رزقت حبها ونشوف من اخلاقه الكريمه صلى الله عليه وسلم شوفي مكه عزبوا قد ايه الناس في مكه, مكة والعذاب ويرموا القذرات على ظهره صلى الله عليه وسلم ولما دخل مكه منتصرا ومعاه جيوش بقى وكل حاجه السلطه والمال والجيش والعدد قالوا له يعني انت هتعمل معنا ايه قال اخ كريم ماذا تظنون مم. اني تعالوا بيكم قالوا اخ كريم وابن اخ كريم قبل خلاص وقت للاسف انتهى أوه. بس عايزه بس ان انا يعني حاجه تخلينا فعلا الرسول يحبنا يعني احنا فعلا نقرب وفي دقيقه بعد اذن في دقيقه بقى هقول لكم بص يا ست البنات الصلاه على النبي كتير جدا قراءه سيره النبي والغزوات وافعاله مع زوجاته ومع الخدم سيدنا انس يقول ما ضربني رسول عشر سنوات تخدمه لا قال لما فعلت ذلك ولا لم يكن لما فعلت ذلك بركه بقى الصلاه على النبي ودي المفاجاه صلى أوه. الله عليه علي وسلم الحلقه اللي بتاعت يوم الجمعه وكان عن فضل يوم الجمعه والصلاه على رسول الله كانت في يعني اخت من بناتنا بتتصل بي على طول ادعي لي ان انا احمل بقى سنوات ما حملتش فاما شافت الحلقة قالت لي يعني لو عملت اللي قلتيه ودعيت قبل الجمعه قبل اذان المغرب وصليت على النبي ممكن احمل قلت لها بس اعملي ده بيقين وانت موقنه ان ربنا هيستجيب <applause> فعلا بعد اربع ايام يعني فاتت الجمعه على يوم الاربع اتصلت بيا حللت ولقيت نفسها الحمد ما شاء لله الله. حامل ما شاء بركه الله. الصلاه على النبي علي ليكي عايزه اولاد عايزه فلوس عايزه رحمه من ربنا عايزه نور يغطيكي عايزه نور تمشي فيه عايزه شفاعه النبي عايزه تكوني قريبه من الحبيب المصطفى صلي عليه كتير بيقين وكل احلامك هتتحقق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك علي افضل الصلاه والسلام وبشكر حضرتك جدا كل سنه وحضرتك حضرتك طيبه اتمنى يا رب ان شاء الله فعلا نكون فدنا الناس بحلقتنا النهارده وفي نفس الوقت نكون قربنا من النبي ونعمل كل اللي قلت عليه ده عشان والسلام. فعلا نبقى بجوار النبي في الفردوس الاعلى اللي هي امنيه حياتنا كلنا ان شاء الله وفعلا نظره واحده لل... يعني من, من رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام, والسلام. تدلنا نور الدنيا والاخره بشكر حضرتك علي.